النهارده الحمد لله شفنا بدايه تنفيذ الطرق، والطرق دي هي يعني منبع واساس التنميه. من غير طرق هيبقى صعب ان احنا نتنقل من مكان لمكان، صعب الاطفال يروحوا المدارس، صعب لو حد تعبان يروح مستشفى او مركز صحي. طبعا الصرف الصحي والمياه والمدارس والمراكز الصحيه، جامعه، مناطق زراعيه، تنميه زراعيه، تنميه سمكيه، كل الحاجات دي هي من اهم الاولويات. برنامج متكامل، خطه عمل. وعايزه برضو اشكر كل الجهات، لان انا يعني في الاخر انا وزاره التعاون الدولي، فانا دوري ان انا انسق مع جميع الجهات المنفذه. طبعا بدايه يعني وزاره الدفاع والهيئه الهندسيه وقواتنا المسلحه لهم دور رئيسي. احنا بندور بنساهم وبنحاول نتعاون، نحاول نشوف لو في اي احتياج اضافي لتمويلات او مشاريع تنميه ان احنا نساهم. فدول يعني مش بس الامن، بس التنميه هنا في سيرة. طبعا من ضمن الاولويات اللي احنا شغالين عليها المدارس. حضرتك انت سمعنا النهارده من الاهالي ان بالفعل حصل ان قدرنا نتحصل على منحه، وبالفعل حصل تطوير في مدارس كتيره عده هنا وفي المراكز الصحيه. من ضمن الحاجات اللي طلبوها اللي هي مياه، ان هم يتحصلوا على مياه الشرب، بالذات في الوقت ده في الصيف بيبقى الاحتياج للميه بيكون بطريقه اكبر. فاحنا الحمد لله قدرنا نوفر لهم من خلال سياده المحافظ هنا محافظ حرور 50 عربه مياه، واحنا اتفقنا النهارده ان 30 عربه اضافيه ان شاء الله عشان تلبي احتياجاتهم تكون ان شاء الله قريبا. النهارده احنا واقفين في بحيره بردون، الحمد لله من خلال الصندوق الاجتماعي قدرنا ان احنا نحول مبلغ للصيادين. كنا لما قابلنا الصيادين من كام شهر كان طلبوا ان هم يعني محتاجين مراكب افضل عشان كده هتبقى الانتاجيه بالنسبه للزراعه السمكيه تكون اكبر. فاحنا الحمد لله قدرنا ان احنا من خلال منحه نطور الميناء. شغالين مع اللواء حمدي هنا على الثروه السمكيه. ايوه بنسلم عقود، وقعدنا كمان مع في البيوت اللي هي استفادت من المياه، وقعدنا مع الاطفال اللي هم حصل تطوير للمدارس عندهم. وبعدين هقول لك حاجه، احنا هنا واقفين ومعانا اهالي سينا، فممكن نسالهم. يعني انا كنت حريصه ان احنا نقعد معاهم مش بس نسمع الانجازات، على فكره كنت حريصه برضو ان انا اسمع ايه الحاجات اللي هم شايفينها محتاجه لسه حلول، محتاجه تمويل اضافي، وعشان كده انا هنا برضو.